لأول مرة في الكويت، المكان أرض المعارض، والزمان من 15 إلى 19 أكتوبر، سيتم تنظيم فعالية ليغو شوز العائلية. احنا نظمنا في لوكال فليفر إيفنتات وفعاليات على مدى 7 سنوات اللي فاتت، وانتبهنا أن أغلبها ما هي مخصصة للأطفال. ناخذ معنا أولادنا، ما يحسون باللي ما يحصلون اللي هم يبونه، ما يستانسون، ما يفرحون. الأجواء الجميلة جاية بالكويت الفترة المقبلة، وما في فعاليات مخصصة للأطفال. فإحنا قررنا، بما أن ما في هيئة ترفيه هنا بالكويت، إحنا بنكون هيئة الترفيه بالكويت، وإحنا بنبادر. الليغو شو هي فعالية عالمية، آخر مرة صارت بالبحرين، كانت مدعومة من قبل الحكومة البحرينية. إحنا اليوم سويناها بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص اللي هم شركائنا. هذه الفعالية راح تكون لمدة 5 أيام، من 15 إلى 19 أكتوبر في أرض المعارض. الطفل راح راح يلقى أكثر من منطقة وأكثر من زون وأكثر من مسابقة وأكثر من لعبة. راح يلقى مناطق مليانة ومتروسة لقو، مناطق معينة راح يركب فيها سيارة، مناطق معينة راح يركب فيها موزايك، مناطق معينة راح يصعد على جبل بطريقة معينة، السينما على طريقة أفلام اللقو. فالفعالية يقعد فيها الطفل من 3 إلى 4 ساعات مرتاح يلعب. وأيضا في عندنا ركن للمطاعم، كلها مطاعم وكونسبتس كويتية شاركوا معنا. في عدد من الجهات مثل الجمعيات التعاونية، الوزارات، بعض الشركات الخاصة قاعد تشتري تذاكر للمجموعات. فإحنا نقول حياهم الله، سواء الوزارات أو الجمعيات أو أي جهة حابة أنها تشتري لموظفينها أو تشتري لمجاميع كثيرة. اللي بيحجز حاليا لفعالية ليغو شو عن طريق موقع إيفنتات، في عندنا عروض للعوائل وفي عندنا اللي بياخذ للأفراد. طبعا احنا سعداء في رعاية لإيفنت عالمي كبير راح يصير بالكويت، اللي هو ليغو شو، اللي راح يكون في أرض المعارض إن شاء الله. يعتبر هذا الحدث من أكبر الأحداث الترفيهية التعليمية التثقيفية للطفل، وفي شركة زين دائما نهتم في تشجيع في هذه الفعاليات اللي تنمي من روح الابتكار، الموهبة الفكرية لدى الطفل. فمن خلال تركيب عدد من المجسمات وغيرها من الفعاليات اللي تقام داخل ليغو شو، نعتقد هذا الهدف الرئيسي في ظل غياب فعاليات مختلفة خاصة بالطفل في الدولة. لذلك نشجع احنا هذه الفعاليات ونتمنى لها كل النجاح، وراح تكون من أكبر الأحداث الجاية بالكويت. راح يكون عندنا زون متخصص البنك الوطني، راح يكون في سباق تفاعلي مع الطفل، ويوصل له اليوم السرعة مالته أو إذا فاز على الليغو ولا لا مع شخصية مشهورة. بالإضافة راح يكون في سحوبات نقدية لجميع زوار الفعالية نفسها ليغو شو للخمسة أيام هذه إن شاء الله، بالإضافة للحصالة الوطنية المشهورة أمانة للبنك اللي كان يوزعها السنوات اللي طافت هذه كلها. الهدف منها أنه نوصل الرسالة أو نشجع عيالنا اليوم على التوفير والادخار. فقررنا اليوم أن احنا نسوي هالمجسم هذا من مكعبات الليغو نفسه.